السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده أفضل من الميد جورني، بيعمل نفس الطريقة بس الضغط عليه أقل، فالشغل بتاعه كويس. حتى شفت التقييم بتاعه في مواقع كتيرة لقيته متفوق. طيب هتيجي هنا وتكتب imagine، لما تدخل على الموقع بيقول لك join، تقول join بتلاقي نفسك دخلت على الديسكورد، تبدأ تكتب الكلمة اللي أنت عايزها. مثلا هقول له عايز ريد باتمان، خد يا عم باتمان ولو انهولي. ففي ثواني راح اعمل الصورة ديت، فانت بتقول له اني صورة فيهم اللي عجباك وعايز انها تكبر بالشكل دوت، وممكن تقول له هاتها لي تاني، وممكن تقول له انا عايز تركز على الاصدار الرابع، وممكن تحط اكتر من بارامتر. فهو في نفس الخصائص بتاعت الميد جورني، بنفس القوة بنفس المزايا بنفس القدرة على التخيل، لكن هو مش ممنوع في الدول أو مش محدود بإمكانيات محددة أو عدد صور محددة. إن شاء الله الموقع ده يعجبكم وتدمنوه إن شاء الله.